السلام عليكم. القنصليه والفي اف اس جلوبال ما عطاتش وقت الناس اللي عندهم موعد ابتداء من يوم الاثنين نوفمبر انهم حتى يرمشوا، ما عطاتكش وقت. تلاح البلاغ السبت والحد جيب لينا هاد الوراق اللي حنا طالبين. السبت والحد عطله، منين غنجيب لك هاد الوراق والشواهد اللي هما ما مطلوبينش اصلا في القانون ديال الكونترات. الا باغي تفهم مزيان، هذاك البلاغ اللي نشرات الفي اف اس جلوبال نهار 16 نهار السبت في الموقع ديالها على حساب الوثائق اللي هي مطلوبه، ولا التحديث ولا الميزاجور ديال الوثائق اللي مطلوبه ابتداء من 18 في شهر 11 ابتداء من اليوم 2. الوثائق اللي هي مطلوبه بالاخص الناس اللي عندهم كونترات الابيس، عندهم كونترات ديال البادانتي. اولا في اف اس جلوبال ما عطاتش وقت للناس انها تقرا الميساج اللي جا، يعني البلاغ جا بالسبت والحد. كاين اللي خارج عطله، كاين اللي مسافر، كاين اللي ما خدامش، كاين اللي ماشي هو كاع هنا لان السبت والحد كيكون راحه. ما عطاوش وقت للناس، قالوا ليهم اثنين ابتداء من اليوم، يعني السبت والحد عطله ما كاينش خدمه، ابتداء من اليوم خاصهم يجيبوا الوثائق اللي هي مطلوبه، من بينها شواهد ومن بينها تامينات ومن بينها حالات عائليه ومن بينها الراديتو الكود ديال الباترون ومن بينها حتى الشين اس اس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. غادي نفهمكم مزيان الاخوان شنو طالبين واشنو خاصكم ديروا، لان كاين الناس اللي ما عندهمش هاد الوثائق هادو موجودين بطبيعه الحال، وهذا الشيء ما مطلوبش في الديكريتو هنا في الطاليان. غادي نقول لكم شنو ديروا حاليا. المهم اشنو هما هاد الوثائق اللي طالبه الفي اف اس جلوبال ابتداء من يوم الاثنين بالنسبه للناس اللي عندهم مواعيد، ولا اللي غادين يلاه يوصلوهم مواعيد ان شاء الله، ولا اللي غادين يلاه يخرجوا لهم الكونترات، ولا اللي غادين يدفعوا في القانون ديال 2025. الوثائق اللي مطلوبين هما هادو اللي غادي نشارك معك دابا. في المغرب خاصك تحضر لهم نهار الموعد، الا كان عندك الموعد اليوم وعندك الابيس كونترا بادانتي موت في هادشي هذا ولا شوف اشنو دير، ولكن غادي نقول لك اشنو غادي دير ان شاء الله الا تبعتي معايا. طالبين الحاله العائليه ديالك ستاتو دي فاميليا تما في المغرب، طالبين شهاده العمل ديال الدومين ديالك اللي هو في رعايه المسنين ولا المساعده المنزليه ولا مربيات الاطفال في الدومين ديالك، خاص تكون عندك شهاده العمل. طالبين وضروري تحضر لهم حتى لا شين اس اس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما عطاوكش وقت باش انك تمشي تجيب هاد الشواهد وتجيب تصاوب واحد على الاقل الا كانوا عندك شواهد كيفاش انت عندك الموعد اليوم وتدي لهم الحاله العائليه ديالك هذيك ستاتو دي فاميليا، وعندك الموعد مع 8 ونص ديال الصباح في الفي اف اس جلوبال، واش كتخمو ولا ما كتخموش؟ لان هذا البلاغ هذا كان عليه يتنشر تقريبا شهر ولا شهرين قبل، وتعلموا الناس بان ابتداء من 18 نوفمبر ولا شي تاريخ اخر راه هذه الوثائق خاصها تكون مطلوبه نهار الموعد. واشنو طالبين بالنسبه لداتوري ديال لافورو؟ يعني انت في المغرب عندك الابيس هذا الموديل هذا، عندك كونترا ديال البادانتي ديال رعايه المسنين المساعده المنزليه مربيات الاطفال، طالبين من الباترون ديالك انه يرسل لك الريديتو ديالو الكود ديالو وستاتو دي فاميليا الحاله العائليه. هادو ساهلين، هادو بامكان اي باترون يرسلهم، ساهلين هادو. ولكن اما الشواهد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحاله العائليه وبزاف ديال الحوايج ما مطلوبينش الاخوان في الديكريتو فلوسي، ما مطلوبينش. انا غادي نشارك معكم حتى الوثائق اللي هي مطلوبه، وانت دابا كنتي كتسنى في كونترا ديال البادانتي ولا غادي تدفع ان شاء الله في 2025 ما دير حتى شي حاجه، كتاخذ الكونترا ديالك، لان الكونترا ديال البادانتي راه كاينه غير واحد الكوطه واحد الحصه اللي هي قليله ديال 9500 وزادوا واحد 10000 اخرى ولا 19500، وكثر من 35 دوله كتشارك في الديكريتو فلوسي. وبالنسبه لهذا الموديل هذا ديال الابيس البادانتي ماشي غير هذيك 35 هي اللي غتستافد، ولكن العالم كامل، لانه ما حدوش الدول اللي غادي تاخذ كونترات ديال البادانتي. مازال ما خرجش لك الكونترا ولا غادي تدفع في القانون ديال 2025 ما دير حتى شي حاجه حتى نشوفوا الا يخرج شي بلاغ ان شاء الله، لان هذا الشيء هذا ما كاينش في الديكريتو ما مطلوبش، وحتى الحكومه ولا وزاره الداخليه ولا وزاره العمل ما نشراتش شي تشيركولاري ولا شي بلاغ كيقول ان شاء الله راه ابتداء من واحد التاريخ راه خاص ضروري العامل اللي في المغرب اللي باغي يجي خاصو يوجد هاد الوريقات هادو من بينهم شهاده العمل والضمان الاجتماعي. نعاودها، الناس اللي كيتسناو الكونترات ما ديروا حتى شي حاجه حتى توصلوا بالكونترات ديالكم، لان هاد الكونترات هادو كيخرجوا قلال. غادي نشارك معكم اشنو طالبه الحكومه في الديكريتو فلوسي، داكشي اللي مطلوب من عند الباترون ومن عند حتى
العامل بالنسبه للابيس الناس اللي كتوصل بكونترات ديال البادانتي، وما مطلوبينش عباد الله شواهد وضمان اجتماعي وحاله عائليه، ما مطلوبه حتى شي حاجه، طالبين غير باسبور وتنبر وعنوان لهذاك العامل اللي غادي يجي لهنا يخدم، وطالبين الاسم ديال القنصليه. تابع الرباط ندخل الرباط، تابع الكازا ندخل كازا. غادي نشارك معكم المصدر والوثائق اللي هي مطلوبه. شوف وصلك تهضر معاك، وصلك الموعد في هذه الايام هذه وانت ما موجد حتى شي حاجه، دير محامي قول لهم شوف بان الديكريتو ما مطلوبش فيه اللي خارج ديال ايطاليا، ما مطلوبش فيه شواهد ديال العامل، ودابا القنصليه كطالب بشواهد وخاصنا نحضروهم بالزربه، لان القانون ما طالبش شواهد اصلا، القانون كيقول باسبور وتنبر وعنوان ديال العامل وتحديد القنصليه. هذا الشيء اللي كاين، هادو هما الاوراق اللي مطلوبين، الباترون والعامل. انت كبادانتي تدفع كونترا ابيس، جيت تخدم هنا رعايه المسنين ولا العمل المنزلي ولا اشنو طالبين؟ اول حاجه كيف ما كتشوف معايا هنا، اولا ماركا دابولو، هاد ماركا دابولو واحد تنبر ديال 16 اورو. ثانيا باسبور، الورا باسابورتو ان كورسو دي فاليديتا ديال لافوراتوري استرانييرو، باسبور ديال العامل يكون ما وافيش. ثالثا انديريسو ديال لافوراتوري ان ايطاليا، عنوان للعامل في الطاليان. رابعا ايدونيتا لوجاتيفا، هذا هو العبار ديال الدار اللي كنقولوا دائما خاص للباترون يصوب لك واحد الورقه ديال العبار ديال الدار. خامسا كارتا دي ديدنتيتا ديال داتوري ديال لافورو، بطاقه التعريف الوطنيه ديال الباترون. ستة داتي ديال داتوري ديال لافورو، المعلومات ديالو، النمره ديال التليفون، كود فيسكالي، بارتي تيفا والعنوان ديالو. غادي نمشيو نشوفو رقم 7 اشنو طالبين. تيبو دي كونتراتو ديال لافورو، النوع ديال الكونترا ديال الخدمه اللي غادي يدير لك. رقم 8 النوميرو ديال لي اتوالي ديبيندنتي ديال لا ديتا، شحال عنده من هذا الباترون هذا من خدام في الشركه ديالو. كونسولاتو ديال بايزي دي اوريجيني، غادي يحدد القنصليه ديال العامل اللي غادي يجي، واش كازا ولا الدار البيضاء، داكشي اللي قلت لكم في الاول. مودولو ان بال، يعني هذاك الموديل ديال البحث عن عامل في مركز التوظيف. صافي هادشي اللي محتاجين. بانت لكم الاخوان بالله عليكم شي شهاده عمل، شي ستاتو دي فاميليا ديال العامل، يعني الحاله العائليه ولا لا تشينيسيس؟ ما كاينش هادشي هذا، ندير محامي، ندير محامي ونقول لهم هادشي ما كاينش في القانون، ما كاينش في الديكريتو فلوسي، ما مطلوبينش هاد الوثائق، هاد الشواهد وهادشي مطلوبين في كونترات اللي هما فوريكوتا خارج الحصه، كيطلبوا ليهم شواهد وشهاده لغه مدرسيه من طبيعه الحال اللغه الايطاليه ليفل ولا مستوى A1 ولا A2. المهم وصلك الموعد، راك شيل ديكريتو، ما كاتبينش فيه اشنو خاصك، يعني بالزربه خاص من غدا تجيب لينا هاد الشواهد هادو وتحاكينا مع السبت والحد. والله حتى عيب وحشومه، وحتى ايطاليا الهم ديالها الوحيد والهدف ديالو هو تدخل فلوس من طبيعه الحال ديال التنابر، ويكتو ما بغيتو عمال، بغيتو خدام يجيو، ديروا هادشي في الاول، نقولوا ها اللي حنا محتاجين، ماشي ديروا الطلبات، ماشي نديروا الطلبات، نخلصوا التنابر، نخلصوا المحاسب، نديروا السكنه، نخلصوا فيها حتى هي 500 ولا حتى 1000 اورو ديال السكنه، ونمشيو ناخذوا موعد ونخلصوا الموعد، وفي الاخر تقول لي من غدا جيب لي هاد الوثائق هادو، ولا ما غاديش نعطيوك الموعد، ولا ما غاديش نطبعوا لك الباسبور. منين غادي نجيب هادشي هذا كامل؟ وهادشي اصلا ما مذكورش ولا ما مطلوبش في الديكريتو اللي ناشره ايطاليا، الديكريتو فلوسي. اي واحد الاخوان وصلوا الموعد ديالو وما محضرش هاد الوثائق هادو، يمشي يدير محامي، لان هادشي هذا اصلا ما مطلوبش في الديكريتو كيف ما قلت لكم، ما طالبهش الحكومه، طلباتو القنصليه، ولكن في الاخير راه القرار كيبقى ديال القنصليه، اما تطبع لك واما ترفض لك. غير هو خاصها تعطي وقت للناس انها تحضر هاد الشواهد هادو، تمشي تجيب شواهد وتجيب كاع داكشي اللي هو مطلوب. المهم هاد الفيديو هذا ما يبقاش عندك، باش الناس اللي دافعين الابيس ولا غادي يدفعوا ان شاء الله يعرفوا اشنو كاين، اللي ليهم واللي عليهم.